خليك طيبين، جيتكو قريب بدور بحجيكو بالمرض الجانا الجديد ده اللي بقولوا لي الكورونا ده. المرض هذا بينتشر عجلة فوق الناس، وعشان ما يمسكنا لابد يدينا ديلك نغسله ليهم بموية وصابون، بالموية والصابون يدينا ديلك نصوبين هنك نصوبين هنك نصوبين هنك نص دقيقة كي نحن بنصوبين في يدينا ديل، بنمصمصهم وبنيبسهم وبنكب لهم مطهر. المطهر هذا بنجيبه من الصيدلية هنت الدواء، بنفركن بالمطهر ده، بنفركن كي 20 ثانية كي نحن بنفركن بالمطهر ده. وكم مشينا لينا مكان ما لقينا لينا موية وصابون وما لقينا لينا مطهر، يدينا ديلك على عيوننا على نخريننا وعلى خشمنا كي ما بنوديهن. لما نلقى لينا مويه وصابون نغسلهن، ولا نلقى لينا مطهر نفركن، حتى بعد ده كان بناكل لينا شغل وكان بنودي يدينا ديل على وشنا، كان بتدور بتقح ولا بتدور بتقتش خشمك ونخرج ديلك تغطيه ليهم بمنديل، بتقح في منديلك ده وبتقتش في منديلك ده، وكان جيت البيت منديلك ده بالزقله في محل الوساخه ولا بيتحرقه ولا بترميه فوق الادب. وكان ما عندنا لينا منديل ايدك ده بتكوعك بتبوح فوقك وبتقتش فوقك، وكان جيت البيت هدومك ديلك بتسلهن بتغسلن وبتشرن فوق الحراية وبتكويهن، لأنه الاتاش دي ولا القحة دي في فوق الجراثيم ما تمرق للناس الجنبك بتعديهم كديت عندك المرض. كان شعر لك بحمى ولا شعر لك بقحة ولا نفسك الضايق، أمشي الدكتور جنبك ده وحجي بالأعراض ظهرت عليك، وحجي سافرين ولا جيت منين ولا خالط ياتو فوق الناس، خالط لك زول بجح ولا خالط لك زول بيقتش ولا خالط لك زول نفسه متضايق، كلك يحجي بالدكتور. وكان مشيت المواشي كان شرب لك لبن ولا شرب لك بركيب ولا شرب لك روابة، كلك يحجي بالدكتور. كلامي ده عقلو زين وقعدوا عافي وربنا يحفظكم من المرض.